وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي صلاح الجنيبي الخبير في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون، أهلا بك. في اعتقادك ما هي الأهمية التي تشكلها التعاون أو يشكلها التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى؟ تأتي الأهمية الغير مسبوقة لدول وسط آسيا، كازاخستان، قرغيزستان، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان. تعد هذا هو الكنز الذي يعني تحتويه قارة آسيا. دول بكر حقيقة كانت سابقا تخضع لما يسمى بالاتحاد السوفيتي الذي انهار عن عام 1991، ولكن تبقى روابطها مع روسيا نقدر نوصفها كما هي حال دول الكومنولث البريطاني، هذه الكومنولث الروسي. العلاقات مع روسيا علاقات متميزة جدا بين دول مجلس التعاون وروسيا، كذلك مع الصين. فكان لزاما الالتفات إلى هذه المنطقة التي تتميز بالعديد من الثروات وموطنها الاستراتيجي. كما هو معلوم أن أوزبكستان كانت تقع على طريق الحرير طبعا، ودول التركمانية لها امتداد عميق مع الدول مع 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 جمهورية تركيا، ودولة تركيا طبعا تقع بين قارة آسيا وقارة أوروبا، ولذلك فهي معبر وجسر مهم. التقارب مع الحكومة التركية ودول وسط آسيا التي تتمتع طبعا بالثروات المعدنية والنفطية وثروات الغاز، وكذلك الأمن الغذائي الذي يأتي هو على رأس الأولوية، كما هو الحال في طاجكستان، البحيرات اللي موجودة. واعتقد ان هذه النقله ستضفي يعني رصيدا اضافيا الى النجاح المتميز لقاده دول مجلس التعاون الخليجي في حال طبعا الاستثمار واحتضان هذه الدول وبناء علاقات متميزه، كما هو الحال مع باقي دول الشرق الادنى والشرق الاقصى وقاره افريقيا وكذلك أوروبا وأمريكا. نعم، إذن من أبوظبي كنت معنا السيد صلاح الجنيبي الخبير في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.